مرحبا بكم، شوفوا الغروب معايا. هذه بعد الغروب بشوية طلعت فوق السطح، عملت تصويرة أنا في الكسر قفصة. هذه مدينتي الجميلة، كل واحد يحب بلاده بالطبيعة، وهذه بلادي المزيانة ما شاء الله، يعني تبان صغيرة من فوق السطح. ودبرتنا اليوم فكرتنا كيفاش ننظفوا الجلجلان بطريقة سهلة، بطريقة ما عادش يجيك حتى حصحاص صغير، من غير ما تتعب، من غير ما تقلق روحك. تشوفوا مع بعضنا الطريقة. نسموها زاد العملية هذه اني نسومه، راهو جلجلان يلزم هكا يتنظف. ما تقولش راني شريته مقلي شريته نظيف، لا، جلجلان ياسر فيه حصى صغير، وكي تاكلو هكا مش باهي، يعني وين الواحد ساعات يغزغز حجرة ولا حاجة. الطريقة هذه باهية، والطريقة هذه انك تسومه كيما القمح يعني، وهو خير من القمح انه يطفو هكا ما تجيش حتى حجرة فيه. الجلجلان خاطر ديما معبي بك الحجر الجويد بالكل. هاني هنا كيف ما تشوفوا فيا نحاول اني نغسله شوية، وديريكت الجلجلان مانيش باش ننشو، ديريكت باش نقليه بالصفية نستعين بها. وهنا جبت صحن كيف ما شفتوا هكا بالمنديلة مش نحط فيه، نصفي بالقدام الماء ونحط في الصحن اللي فيه المنديلة، سقطر بالقدام. الطريقة هذه بإذن الله مضمونة، راهي الجلجلان ديما هكا نطفو. تفكروني العملية هذه لا تبقى تنقي لا شيء، اعمل هكا وما عادش تنقي، كونش من حاجة اخرى كبيرة، ما الحجر تطمئن تماما انه ما عادش فيه حجر، يبقى الكل في القعر متاع الماء. اذا بيكم هكا طنجرة كبيرة معبية بالماء اكثر من الكمية اللي عندكم، نهزوا وكل يطفو ما نهبطوش للقعر. شوفوا له سخ اللي قعد، وهاو كان اللي بقى هكا الترسبات اللي لوطه هذيك الكل هذيك حصحاص. انا ظاهر فيه ما فيش في حجرتين ولا ثلاثه. تو هكا كملته، نحط مقلات على النار هي تسخن شويه، وانا نحط الجلجلان نتاعي ونبدا نقلي فيه. خليها هكا تسخن شويه باش ديريكت تنحي لي الماء من الجلجلان. ماذا بكم غرفة لوح، انا توا في دار ما فيهاش، في دار هكا صيفي ما فيهاش، يعني نعمل في اللازم في اللازم. هكا المنديلة ربحتني اني نحت لي برشا ماء، لجاول تقطر هي المنديل. توا باش نقليه نار هادية، نتبع تبع يعني نجرب نار هادية نقوي شوية واحنا ماشيين. باش نقوي شوية النار في الأول باش تشرب لي الماء، ونبقى هكا نقلي فيه. وبالطبيعة ماذا بيكم تذوقوا الجلجلان، خاطر فما جلجلان مقلي هكا اللي كان تقليه برشا تزيد تكحلو وتفسد له مطعمو. هنا ظهر فيه مش مقلي، اما بالطبيعة بالذواقة، وتعرف حبة الجلجلان متاعك طابت انك تشوفها ولت مليانة تتكعبر هكا شوية، تكبر في الحجم وتتنفخ، معناها الحبة متاعك تقلت. توا شيح بالباهي وباش يبدا يطيب، وبدا يترشق كيف ما تشوفوا فيه، اما مانيش باش نطفي عليه الا ما يتنفخ، يتنفخ مليح نذوق كعبه ولا زوز هكا ذوق شويه في فمك، ناكل شاي بالذره نحبو طيب مليح باش يجي بنين. وديما نار هاديه باش ما تغلبكمش، ردوا بيكم تقوى النار او كتحسوا بدا يتنفخ، بدا شويه هكا تنفخ. راهي نار هادية، تحافظوا على المقلة نتاعكم وفي نفس الوقت تحافظوا على الجلجلان نتاعكم، تربحوا عصفورين وحجرة.
هكا تشوفوا فيه كيفاش ولا منفوخ، في الكعبة ولات ملبلبة منفوخة، معناها بديتي. توا دوقتو نلقيه سبع طاب، الجلجلين بتاعي كاينو مستبيض شوية، هذاك لونو باش نطفي عليه وباش نحطو في شقالة كبيرة تخلوه يبرد في الشقالة هذيك، من بعد تستعملوه ترحوه ولا تستعملوه في الحلويات متاعكم. وهكا دبارتنا كملت، ما تبقى لي كان نقولكم ما تنسونيش بالدعم، وإلى اللقاء.